حميد العقاوي وشوف تي في، كنت منا منكم توقفوا معايا، شكرا جزيلا لكم، وانا ما عمرني ننسى لكم خيركم، انا يعني بنت بلادكم، شكرا بزاف. مهم، انا صفاء مغربيه، تزوجت بسعودي على سنه الله ورسوله، وافق لي القاضي فاس. كنت كنقرا الحمد لله، اللهم لك الحمد، المعدل ديالي كنجيبو يعني بنت عالم قروي. المهم كيف ما شفتوا الفيديو الاول، يعني الفيديو اللي شفتو هذاك انا اللي كنت صورتو، هذيك هي المعاناة ديالي اللي كانت مع يعني مع هذا السيد هذا اللي كان زوج بيا. يعني من نهار الاول اللي دخلني السعوديه ضربني، داك الضرب اللي ضربني بقيت ساكته وما هدرتش، بقيت غير تنشوف فيه. بعدها داني الميسر، ديك البلاصه اللي داني الميسر اول صباح غادي نصبح فيه رجع ضربني وما هدرتش وبقيت ساكته. صافي قلت زعما سكت راني غادي نحترمو بحال هكا. شويه بعدها مره على مره مره على مره ديما ولا كيحط عليا يدو، يعني ما تيحنش فيا، يعني بزاف الحوايج ولاو تيوقعوا ليا اللي يعني انا ما كنتش كاع متوقعاهم، انه غادي يكون يعني هادشي هكا وغادي يكون زواجي هكا، ولكن اللهم لك الحمد دوزها عليا بزاف وكرفسني، ويعني ما نقول لكمش كنت حامله وطيحوا لي بقوه داك الضرب اللي يعني اللي كان كيضربني، كان تيهزني تيرتخني من فوق الكوافوزات ديال الخشب، حتى لدرجة أن سميتو من تحت ظهري تفرعت وصار عندي جرح. يعني ما نقول لكمش كانت عندي بزاف ديال المعاناة مع داك السيد، وكان حبسني في الدار ما بقيتش كاع كنهضر معاه، لدرجة أنني ما بقيتش كاع كنستحمل أنني نعس حداه ولا أي حاجة ولا ناكل معاه، هذه ما بقاتش كاع عندي، وليت كنفرش فوق كارطون كنعس فيه باش ما نعسش حداه. صافي يعني اي حاجه كان كيدير علي كانت كضرني بزاف، وكنت ساكته كانت كيحبس عليا في الدار، ما عندي حتى شي حاجه باش يعني نديرها انا ولا وتقولوا. صافي كنت كنس فوق داك الكارطون، عندي بيجامه وحده ديال البرد هي اللي كنت نصبنها ونولي نلبسها. صافي هادشي هذا اللي كاين، نعس فوق داك الكارطون وكان البرد في ميصر، البرد تيقطع والله ما تقدروا تبسوا فيه، وصبرت وبدات عليا بزاف يعني ديال المعاناه، واخا رغم يعني هاد السن هذا اللي عندي. المهم كيف ما شفتوا الفيديو الاول، يعني الفيديو اللي شفتو هذاك انا اللي كنت صورته، هذيك هي المعاناه ديالي اللي كانت مع يعني مع هاد السيد هذا اللي كان زوج بيا. يعني من نهار الاول اللي دخلني السعوديه ضربني، داك الضرب اللي ضربني بقيت ساكته وما هدرتش، بقيت غير تنشوف فيه. بعدها داني الميسر، ديك البلاصه اللي داني الميسر اول صباح غادي نصبح فيه رجع ضربني وما هدرتش وبقيت ساكته. صافي قلت زعما سكت راني غادي نحترمو بحال هكا. شويه بعدها مره على مره مره على مره ديما ولا كيحط عليا يدو، يعني ما تيحنش فيا، يعني بزاف الحوايج ولاو تيوقعوا ليا اللي يعني انا ما كنتش كاع متوقعاهم، انه غادي يكون يعني هادشي هكا وغادي يكون زواجي هكا، ولكن اللهم لك الحمد دوزها عليا بزاف وكرفسني، ويعني ما نقول لكمش كنت حامله وطيحوا لي بقوه داك الضرب اللي يعني اللي كان كيضربني، كان تيهزني تيرتخني من فوق الكوافوزات ديال الخشب، حتى لدرجة أن سميتو من تحت ظهري تفرعت وصار عندي جرح. يعني ما نقول لكمش كانت عندي بزاف ديال المعاناة مع داك السيد، وكان حبسني في الدار، كنت كنفرش فوق كارطون كنعس فيه باش ما نعسش حداه. صافي يعني أي حاجة كان كيدير علي كانت كضرني بزاف، وكنت ساكتة كانت كيحبس عليا في الدار، ما عندي حتى شي حاجة باش يعني نديرها أنا ولا وتقولوا. والديا ما عندهمش يعني الحاله يعني ما عندهمش ما في حالتهمش، الا كنت صغيره ولا كبيره راني باقا قاصر. وكنشكر المغاربه اللي وقفوا معايا بزاف بزاف، سواء من داخل المغرب ولا خارج من المغرب.